قامت إدارة المراسم وحماية الشخصيات بوزارة الداخلية بالإعلان عن بدء الاحتفال بعيد الفطر السعيد، وذلك عبر إطلاق 8 طلقات في حدث يعد من مظاهر الفرح بمقدم عيد الفطر السعيد، وجريا على العادة السنوية في إحياء الموروث الثقافي والحضاري. هذا وشهد الحدث الذي أقيم في خليج البحرين في محافظة العاصمة حضورا جماهيريا احتفالا بعيد الفطر السعيد. مدفع جاهز.